سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الآخرة والأولى ولك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد ببعثة الحبيب العدنان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبينا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم واسقنا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأنفسنا من الشح وأموالنا من الربا ومن الحرام وقلوبنا من الغل والحقد والحسد برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك يا ربنا خالصا ولوجهك يا ربنا خالصا ولا تجعل لأنفسنا ولا لأحد سواك فيه نصيبا يا رب العالمين اللهم اهدنا بفضلك يا مولانا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت بارك لنا اللهم فيما رزقتنا وأعطيت اللهم قنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك سبحانك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا رحمن على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صرنا إليك هب لنا اللهم من لدنك عملا صالحا يرضيك ويقربنا إليك اللهم لا تفضحنا ولا تخزنا يوم اللقاء والعرض عليك اللهم احسن وقوفنا غدا عرايا بين يديك
اللهم استر وقوفنا غدا عرايا بين يديك، لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن شر عذاب الاخره. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبتنا، واذا سئلت به اعطيتنا، يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أن تعتق رقابنا الآن من النار. نقسم بك عليك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. أعتق رقاب آبائنا من النار، أعتق رقاب أمهاتنا من النار، أعتق رقاب إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا من النار، أعتق رقاب كل من علمنا من النار، أعتق رقاب كل من كان له فضل علينا من النار، أعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك العلها من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من سقر النار، ونعوذ بك من حر النار، ونعوذ بك من زمهرير النار، ونعوذ بك من زمهرير النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا، وفي يومنا هذا، وفي ليلتنا العظيمة هذه، من عتقائك من النار، ومن عبادك المقبولين الفائزين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.